تمضي الأطراف الليبية في طريق إرساء السلام بعد طول انتظار. هنا في جنيف يلتقي الوفدان الليبيان في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وجها لوجه في أول محادثات مباشرة. تقول الأمم المتحدة إن المشاورات اتسمت بروح عالية من الوطنية والإصرار على الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، وهو ما أكده مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب. المحجوب أشار إلى أن اجتماعات جنيف تبحث آلية لإخراج المرتزقة وجميع العناصر الأجنبية من ليبيا. بالنسبة لمسألة يعني إخراج المرتزقة، بالتأكيد هذه التفاصيل يتم بحثها الآن عن طريق إيجاد آلية حقيقية حدد فيها الزمن لا يتعدى 3 أشهر. اللجنة العسكرية ناقشت وتوصلت إلى اتفاقات بشأن مسائل عدة، من بينها الاتفاق على فتح حركة الملاحة الجوية والمعابر البرية بين المدن الليبية والترتيبات لإعادة هيكلة حرس المنشآت البترولية لضمان استمرار تدفق النفط. اتفق طرف الصراع على إدارة هيكلة حرس المنشآت النفطية وتقاسم الإدارة بين شرقي وغربي البلاد على أن يعملا تحت إشراف وكلاء شركة النفط الوطنية الليبية، بما يضمن أخيراً زيادة إنتاج وتدفق النفط. في السياق أيضاً أوضح نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق أن طرفي النزاع سيتعاونان في وقت قريب لوضع ميزانية موحدة للدولة في إطار جهود التوصل لاتفاق بينهما، ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع على توقيع اتفاق بين الجيش الوطني الليبي ومعيتيق للسماح بإعادة إنتاج وتصدير النفط في المنشآت الليبية. معنا من بنغازي الباحث الاستراتيجي فرج زيدان، ومن طرابلس المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شبار. أهلا وسهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد فرج زيدان، إذا الأمم المتحدة تقول بأن طرفي النزاع توصلا إلى سلسلة من الاتفاقات في سبيل حلحلة الوضع في ليبيا. هل تضعنا هذه الاتفاقات على طريق حل جدي في ليبيا برأيك؟ بداية تحية لك ولضيفك الكريم ولكل السادة المشاهدين. دعنا نحن نتحدث الآن بأن النقاط التي وردت اليوم في بيان البعثة الأممية هو عبارة عن حزمة من إجراءات لترتيب الثقة تسبق الوقف الدائم والشامل لوقف إطلاق النار، لأننا زلنا إلى الآن في هدنة. لأن الوصول إلى الحديث عن صلب هذه المحادثات من إخراج المرتزقة وبالإضافة إلى ذلك رحيل القوات الأجنبية من ليبيا يتطلب بذي بدء تقريب بين وجهات النظر، خاصة ونحن نتكلم بأن هناك جزء آخر ذو طبيعة إنسانية حتى اجتماعية متصل بالمجريات الحياة اليومية للمواطنين، ولذلك تلاحظ بأنه تم التركيز في هذه النقاط على مسألة فتح الطرق والمعابر خاصة في منطقة وسط ليبيا وباتجاه الجنوب، ومسألة فتح الطرق والمعابر بالإضافة إلى كونها ستساهم في رأب الصدع الاجتماعي، ناهيك عن مسألة أخرى بأنها ستسرع في توفير الخدمات من وقود وغاز خاصة باتجاه المنطقة الجنوبية. إذا ما أضفنا إلى ذلك مسألة فتح الرحلات والمطارات الجوية والحديث عن مسألة حرس المنشآت النفطية وإعادة هيكلته، طبعا من المهم جدا أن نؤكد على نقطة مهمة بأن البعثة أكدت بأن هذه النقاط تتأسس على التوصيات التي انبثقت عن مؤتمر الغردقة في مصر، وهي مهمة جدا وهي نقطة ترفضها بعض الأطراف الإقليمية التي تزعزع الأمن والاستقرار، أي بمعنى أن النقاط التي أو التوصيات التي انبثقت على لقاء اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة في الغردقة تحولت من كونها توصيات إلى أساس تتم بناء عليه بوصلة الاجتماعات الأمنية التي تتم في جنيف وغيرها من المحطات الأخرى. لكن أنا في تقديري بأن هذه الترتيبات في نهاية الأمر سيكون محكوم عليها مسألة المضي قدما في الحديث في صلب الأزمة الأمنية أو المشكلة الأمنية التي تتمثل في مدى قدرة الوفد المفاوض الذي يقابل وفد قيادة الجيش
على تنفيذ أو على يعني بمعنى فرض تنفيذ مثل هذه المخرجات على الميليشيات المسلحة في غرب البلاد. النقطة الأخرى مدى قدرة هذا الوفد وما يسمى بحكومة الوفاق على فرض خروج القوات التركية والمرتزقة السوريين الذين تتجاوز أعدادهم 15,000. سنتحدث بشكل أو بآخر أستاذ فرج في قادم الحوار عن آلية إخراج هؤلاء، ولكن أنت أشرت في لحظة من اللحظات إلى أنه ما تم اليوم في جنيف هو منبثق عن اجتماعات الغردقة، وقلت بأن هناك قوى لا يرضيها ذلك. أستاذ محمد شبار، هل نتحدث عن ربما أمال محدودة لهذه الاختراقات التي حصلت اليوم؟ بداية تحية طيبة لك ولضيفك الكريم ولكل السادة المشاهدين. طبعا ما حدث اليوم في مدينة جنيف السويسرية كان الحقيقة اللي وأعتقد أنه هذه ليست الجولة الأولى، هي الجولة الرابعة من عقد يعني مباحثات من هذا الحجم بين اللجنة المشتركة الأمنية والعسكرية أيضا. هذا طبعا كان كل هذه المفاوضات كان نتاجها الحقيقة يعني جملة من أو حزمة من الإجراءات، بعضها يتعلق بالجانب الإعلامي، بعضها يتعلق بالجانب الإنساني وأيضا حتى الجانب الاقتصادي والأمني والعسكري أيضا. ففي الجانب الإعلامي كان هناك حديث عن مسألة وقف طبعا الحملات الإعلامية التي تدعو إلى يعني الفرقة والفتنة بين أطياف الشعب الليبي. الجانب الاقتصادي كان مهم جدا وهو مسألة إعادة ترتيب حرس المنشآت النفطية. طيب. وأيضا الجانب الأمني يتعلق بجوانب أخرى تتعلق بتأمين مدينتي سرت والجفرة وجعلها مناطق منزوعة السلاح. الجانب الإنساني كان يتعلق بالإفراج وتبادل الأسرى وأيضا تبادل الجماثيم والجثامين، وأعتقد أن هذا هو جانب إنساني بحث. أيضا فيما يتعلق بفتح الطرقات وأيضا المطارات بالتأكيد سيكون له دور كبير في رفع المعاناة التي يعانيها المواطن الليبي اليوم، خصوصا المناطق كما تحدث السيد فرج طبعا المناطق الجنوب التي تعاني من عوز كبير جدا على المستوى المعيشي. طيب نحن تحدثنا عن حزمة من الإجراءات حتى لن نعيدها مرة أكثر من مرة لأنه عارفين هذا خلال البيان، ولكن حينما نتحدث عن قضية إخراج المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا، هل ثمت آليات واضحة لكيفية إخراج هؤلاء؟ هل هناك توافق كامل بين كل الأطراف من أجل إخراج فعلا هؤلاء المقاتلين أستاذ محمد؟ طبعا الاتفاق الأطراف ينقسم إلى قسمين، الأطراف الخارجية وهذا تم التوافق عليه في جلسة مجلس الأمن الأخيرة خصوصا فيما يتعلق بالدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وأيضا المؤتمر برلين 2 الذي تم الاتفاق والتأكيد والتوقيع أيضا لكل الدول التي تدخلت في الشأن الداخلي في ليبيا وقدرت ب13 دولة. كل هذه الدول أيدت فكرة مسألة وقف التدخل وخروج المقاتلين الأجانب وأيضا حظر السلاح. ولعلنا يعني الثلاثة أشهر الأخيرة لم تدخل قطعة سلاح واحدة، لم تدخل قطعة ذخيرة واحدة، وهذا أعتقد أنه شيء مبشر لكل الليبيين سواء كان في شرق البلاد في غربها في جنوبها، لأنه لا يمكن بشكل من الأشكال العودة إلى مسألة يعني إعادة البناء وإعادة إعمار ليبيا إلا من خلال عملية سياسية. طيب. عملية يجب أن يتم فيها الرجوع إلى حالة السلام والوئام ما بين الليبيين. والجانب الآخر وهو غاية في الأهمية هو الجانب المحلي، وخير دليل على ذلك هو ما يحدث اليوم بين اللجنة وما يعني ما مخرجات اللجنة المشتركة الأمنية والعسكرية لجنة 5+5. هذه المخرجات الحقيقة مخرجات مبشرة. طيب. بشكل واضح وكبير جدا، ورأينا يعني حجم
الفرحة والغبط والسرور في كل المدن الليبية اليوم في مسألة الوصول إلى كل هذه المخرجات، وخصوصا في هذا الوقت. يعني التجربة أستاذ محمد، اسمح لي على المقاطعة، يعني التجربة علمتنا خاصة في الملف الليبي أنه ما يجري في الاجتماعات غير ما هو موجود على أرض الواقع، لأنه ما ينفذ على أرض الواقع عادة يتعارض تماما مع الأمال وسقف الأمال التي توضع في هذه الاجتماعات. سأعود إليك، ولكن أستاذ فرج، فيما يتعلق بإخراج هؤلاء المرتزقة وهؤلاء الأجانب، كما تحدث أستاذ محمد على قضية لم نشهد دخول أسلحة في الأشهر الماضية، هل هذا مؤشر فعلا على أنه هناك نية حقيقية لإخراج هؤلاء؟ هذا إن سلمنا بالفعل أنه لم تدخل هذه الأسلحة إلى ليبيا. دعني الآن أتحدث الآن عن الآليات في هذه المسألة، لأن في تقديري بأن يجب استحضار بمعنى الأطراف الخارجية عندما نتحدث عن مسألة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وهنا أستحضر آليتين. الآلية الأولى التي انبثقت عن مؤتمر برلين وأفرزت وجود لجنة المتابعة التي تتكون من الدول التي انخرطت أو شاركت في مؤتمر برلين بخصوص ليبيا. أما الآلية الثانية وهي الآلية الأمريكية. فيما يتعلق بالآلية الأولى، الآلية لجنة المتابعة، هذه اللجنة من ضمن يعني اختصاصاتها هو مسألة متابعة تدفق الأسلحة باتجاه ليبيا، ويعني بمعنى أيضا التأكيد على الدول المشاركة بألا تقوم بأي أنشطة من شأنها أن تخالف مقررات برلين، رغم أن تركيا قد خالفت هذه المسألة مرارا وتكرارا، بل وصل الأمر إلى حد تهديد أعضاء في دول حلف الناتو باستخدام القوة البحرية في شرق المتوسط. الآلية الأخرى وهي الآلية لربما الأهم، وهي الآلية الأمريكية، من خلال وجود الولايات المتحدة كضامن مهم لي يعني بمعنى تنفيذ أولا هذه المخرجات، وبالإضافة إلى ذلك يعني محاولة الضغط باتجاه تنفيذ أي مخرجات اتفاق ستسفر عن طاولة المفاوضات. ولذلك أنا هنا قلت أن الإشكالية تتمثل في ماذا؟ في مدى قدرة الوفد المفاوض الذي يمثل ما يسمى بحكومة الوفاق على المضي قدما بهكذا مسائل، أي بمعنى أنه عندما يتم التفرغ من الحديث عن ترتيبات بناء الثقة التي لقت يعني قبولا عاما بشكل عام، للحديث عن صلب المشكلة الأمنية وهي وجود المرتزقة الأجانب، بالإضافة إلى ذلك وجود القوات الأجنبية تحديدا، خاصة مع التصريحات التي نسمعها من المسؤولين في أنقرة التي لا تبشر بخير، والتي مبعث قلق الآن لدى بعض الدول. لعلك قد تابعت تصريحات سامح شكري وزير الخارجية المصري، بالإضافة إلى ذلك تصريحات الرئيس السيسي اليوم عندما تكلم عن خطورة الأنشطة التوسعية التي لا زالت تهدد استقرار المنطقة بشكل عام، والحديث عن أنشطة أخرى لربما تريد إجراءها تركيا في منطقة الساحل، الآن التوتر الذي يوجد في أذربيجان، كل هذه المقاربات ما أقصده الآن لا تعطي انطباعا بأن تركيا تريد أن تجنح للسلام، وبأنها تريد أن يعني بمعنى أن تنفذ ما التزمت به من المحافظة على وحدة الدولة الليبية وأمنها والوئام وفي هذا الإطار بين الليبيين. أستاذ فرج، نصل إلى نعم. وفي هذا الإطار يعني نحن شهدنا مثلا بعيو عمل على تطبيق مخرجات ما تم التوصل إليه في التسويات، وقف التحريض، الحملات الإعلانية، لكن تم اعتقاله هو وأبنائه، وبالتالي أستاذ محمد شوبار هنا ألا يجعلنا هذا الأمر نتشائم حينما نحقق شيء في جنيف ولا في بوزنيقة أو في الغردقة أو حتى في جربة مستقبلا، يجعلنا نتشائم بأن هناك قوى على الأرض ربما مسنودة بأوامر خارجية تعمل على عرقلة مسار التسوية في ليبيا؟ طبعا يعني إذا ما تحدثنا عن حجم التدخل طيلة فترة 9 سنوات الماضية، فهو كما ذكرت يعني أكثر من 13 دولة تدخلت، سواء كان بشكل سياسي أو بشكل اقتصادي أو بشكل حتى عسكري، وخصوصا يعني الدعم العسكري بالعتاد والذخيرة وأيضا حتى بالمقاتلين الأجانب. هذا التدخل
تم وقفه تماما من خلال إجماع المجموعة الدولية وتحديدا الدول دائمة لا أستاذ محمد شوبار اسمح لي، أريد أن تسلط عن دول صغيرة لا يمكن لها اسمح لي هنا أريدك أن تسلط الضوء على وتفسر لي ما الذي حصل بالنسبة لبعيو، لأنه واضح أنه جهة ما لا يرضيها ما يتم الحديث عنه سواء في جنيف أو باقي المسارات. أعتقد أن هذه الأحداث الصغيرة سواء كان حدثت في جنوب البلاد أو في شرقها أو في غربها لا يمكن الرجوع إليها كربما كأحد المراجع التي يمكن لا هو مؤشر على ذلك يعني مؤشر شبار. نعم إذا كانت إذا تحدثنا عن المؤشرات فهي مؤشرات كثيرة جدا، ليست في طرابلس وليست في الزاوية وليست في مصراتة أو في بنغازي أو في طبرق. يعني حالة الفوضى التي عمت في ليبيا كان سببها الرئيسي هو التدخل الأجنبي. اليوم نتحدث عن مسألة إيقاف التدخل الأجنبي من المجموعة الدولية. هذه الدول أو هذه المجموعات المسلحة سواء كانت داخلية محلية أو خارجية لن يكون لها وزن أمام القوى الدولية، ونحن نتحدث اليوم عن دول دائمة العضوية في مجلس الأمن لها القدرة على رسم المشهد السياسي القادم باعتبار أن ليبيا إلى حد هذه اللحظة تحت طائلة الفصل السابع. إذن نحن نتحدث عن إجماع دولي، هذا الإجماع هو الذي سيحقق السلام في المرحلة القادمة. أعتقد أن مرحلة الصراع انتهت وهي 9 سنوات، نحن نتطلع إلى مرحلة القادمة وهي مرحلة اقتصادية بحثة. طيب. لن يحتاج فيها الليبيون إلى سلاح، لن يحتاج فيها الليبيون إلى أي مصدر من مصادر التدخل سواء كان على مستوى دولي أو على مستوى مجموعات أو فرق أو مجموعات إرهابية أو ما إلى ذلك. نعم. وإنما الليبيون اليوم محتاجين إلى التكاثف من أجل الدخول إلى هذه المرحلة. جميل هذا التفاؤل أستاذ شوبار. الكبرى جميل. التي ستشهدها ليبيا. نعم. وستكون أحد الأقطاب المهمة للاقتصاد في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. جميل هذا التفاؤل وهذا ما يتمناه الكثيرون في ليبيا. نحن لكن نتطلع إلى مرحلة اقتصادية. نعم. نعم. اسمح لي على المقاطعة، ولكن جميل هذه النبرة من التفاؤل حقيقة. وبالتالي أستاذ فرج في قضية يعني محمد بعيو اختطافه، هل هذه مسألة هامشية كما يتحدث أستاذ محمد أم بالعكس هي مؤشر على نصف ما تحقق من تسويات وأن هناك جهة تتربص بمخرجات الحوار الليبي برأيك؟ يعني بالفعل أنا قد لربما أختلف مع زميلي الأستاذ محمد في هذه الجزئية. المسألة ليست مسألة اختطاف محمد بعيو هكذا وفقا للتصريحات التي عبرت بها الميليشيات المسلحة التي اقتحمت مقر ليبيا الوطنية، قناة ليبيا الوطنية. الإشكالية يعني أنا في تقديري مفادها هو محاولة السيطرة على المنابر الإعلامية من قبل يعني تمكين أشخاص موالين لتيارات إيديولوجية متطرفة، باعتبار أن السيد محمد بعيو لربما يعني يتزعم الخطاب المعتدل، حتى أنه ليس معروفا عليه استخدام عبارات عدائية باتجاه القوات المسلحة وباتجاه المؤسسات الشرعية في البلاد. لكن أنا في تقديري هم يدركون خاصة مع المرحلة القادمة أن المرحلة القادمة هي لربما يجب يريد الليبيون فيها الحديث عن المصالحة عن الوئام، لا يريد استخدام المصطلحات التي تحث على التحريض والكراهية. أنا في تقديري أن الغاية وهو إبعاد محمد بعيو وتمكين تيارات أخرى متطرفة. أنا هكذا ما أرد يعني ناهيك عن مسألة أخرى ويعني جزئيات تتعلق بشبهات فساد مالي وقطع ميزانيات، لكن دعني أود يعني أرد الحديث عن مسألة التفاؤل من عدم التفاؤل في مسألة الحديث عن المضي قدما. أنا في تقديري بأن السيد أستاذ زميلي محمد شوبار يعني تفاؤله أنا في تقديري يعني كبير كثيرا أو مبالغ فيه. لماذا أقول بأن لست مع هذا يعني يعني بمعنى السرد الإيجابي المبالغ فيه؟ لأني أرى بأن الميليشيات المسلحة في غرب البلاد ليست لا تخضع لقيادة مركزية موحدة وليست على رأي واحد.
في يعني إذا ما سلمنا بأن هناك تشكيلات مسلحة لربما معتدلة وسئمت من مسألة الحرب وتريد العودة إلى مسألة الاستقرار ومسألة التنمية، لكن بالمقابل هناك ميليشيات أخرى أصبحت تمثل أدوات مثل الميليشيات في شمال سوريا، ولربما استخدمت هذه الميليشيات أيضا في الحرب في القوقاز، عناصر من ميليشيات ليبية استخدمها أردوغان. وبالتالي هل سهل تفكيكها أستاذ فرج، هل سهل تفكيك هؤلاء أم هذه معضلة أكثر من معضلة المرتزقة والمقاتلين الأجانب برأيك في ليبيا؟ نعم، إذا ما هنا تحدثنا عن مسألة الضمانات، إذا ما أردنا نتحدث بشكل عملي ودسم في هكذا قضية، إذا ما تحققت هاتين الآليتين، أولا التنفيذ الصارم لمخرجات مؤتمر برلين عبر هذه اللجنة التي تشكلت وفيها عدة أطراف بما فيها تركيا نفسها، والمسألة الأخرى وهي يعني الآلية الأمريكية أو الضمانة الأمريكية في تنفيذ هكذا مخرجات، لأن الأمريكان يبدو أن لديهم قلق من أي عمليات نفوذ قد تكون من قبل الأتراك أو حتى معسكرات أخرى يعني يعلمها الكثيرين، لذلك الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى قطع الطريق أمام هكذا التفاهمات ربما قد تمت في سوريا. وهنا إذا ما الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل يعني كانت ضامنة بشكل حقيقي وفي لتنفيذ هذه المخرجات التي ستترتب سواء على طاولة 5+5 أو غيرها من الطاولات الأخرى سواء الطاولة السياسية أو الاقتصادية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستمنع وصول أي قطع بحرية تركية لأن يبدو أن السياسات التوسعية لأردوغان أصبحت واضحة تتجاوز آمال الليبيين وحتى توافقات الليبيين، الآن هو ينظر إلى ليبيا باعتبارها بوابة باتجاه الساحل الأفريقي، ولربما أنت سمعت بوجود وزير الخارجية التركي في النيجر وفي بعض الدول الأخرى لمنافسة النفوذ التركي أو في المنظومة الفرنكفونية في هذه المناطق تحديدا. المسألة الأخرى أن أردوغان لازال يستخدم ليبيا كورقة في صراعه الغازي في شرق المتوسط، ومن ثم المسألة أكبر من مسألة الصراع الداخلي في ليبيا، ناهيك عن مسألة أخرى أن أردوغان الآن يزعجه ما يحدث من تحولات استراتيجية بسبب اتفاقيات السلام التي تتم في المنطقة. طيب. لأنه يدرك تماما بأن نعم اسمح لي أستاذ محمد فرج، يعني ولكن مضطر للذهاب لسيد شوبار في نهاية هذه الحلقة. كما تحدثنا عن قضية الميليشيات ونحن أمام أكثر من طرف في طرابلس حقيقة، هل من السهل أن يتم تفكيك هؤلاء؟ هل من السهل أن يعني يضع هؤلاء أسلحتهم جانبا في سبيل الذهاب لبناء الدولة الليبية؟ أم أنه دون ذلك تحديات كبيرة؟ ما رأيك؟ طبعا المجموعات المسلحة هي مجموعات يعني منتشرة في كل ليبيا، ليس في طرابلس فقط، في كثير من المدن الليبية من الغرب الليبي، من الجنوب الليبي، من الشرق الليبي. هذه المجموعات بعضها يعني مجموعات دينية متطرفة، يعني وهذا يعني ينطبق على كل المناطق في ليبيا، وبالتالي أعتقد أن لا يمكن يعني الإشارة بأصابع الاتهام إلى مدينة معينة أو إلى منطقة معينة، وإنما أعتقد أن الجانب المهم الذي ستعمل عليه حكومة الوحدة الوطنية هو مسألة جمع السلاح. جمع السلاح يجب أن يكون في مخازن خاصة، هذه المخازن تتبع إدارة التسليح في رئاسة الأركان العامة، وهذا أعتقد أنه هو سيحقق نوع من مسألة تدابير الثقة بين كل الليبيين بين كل المناطق. تمني شيء أستاذ شوبار، تمني شيء والواقع شيء آخر، هل تستطيع أن تجمع هذا السلاح؟ لا، هذا ليس تمني، لا عفوا لحظة، بس لحظة واحدة فقط. تفضل أستاذ. أنا لا أتحدث عن تمني، أتحدث عن خطوات ملزمة لحكومة الوفاق الوطني تعهدت بها المجموعة الدولية، الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وتعهدت أيضا بها دول كبرى، نحن نتحدث على دولة من حجم الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي واضح. أعتقد حجم التفاؤل أنا الذي أتحدث عنه هو نابع أساسا من معلومات، هذه المعلومات حقيقية سيتم تنفيذها خلال الفترة وخصوصا القادمة. مع الآلية لفرض العقوبات على أي جهة ترفض الدولة.
أي جهة ترفض ربما المقررات فسيتم تنفيذ عقوبات، وهذا ربما سيساهم في فيما تذهب إليه. أستاذ شوبار، شكرا جزيلا لك. محمد شوبار المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، كنت معنا من طرابلس. أشكر فرج زيدان الباحث الاستراتيجي، كنت معنا من بنغازي. شكرا لك.